الفنان نجيب الريحاني هو بطل حلقتنا النهاردة. الفنان عمل من أجل الفن فأبدع، من الفنانين من فنانين الزمن الجميل. نجيب أبو إلياس ريحان من مواليد 1892 بدرب مصطفى بباب الشعرية. والده كان بيعمل تاجر، وترتيب نجيب الريحاني هو التاني ما بين تلات اخوات، ويتقال ان والده اشترى مصنع جبس بباب البحر. ودرس نجيب الريحاني في مدارس الفرير لتعليم اللغة الفرنسية، وكمان سمع نصيحة صديقه ان اللغات بتساعد على الالتحاق بالوظائف، وتمكن من اتقان اللغة الفرنسية، وكانت احد اسباب شهرته هو ترجمته لبعض الاعمال الاديب الفرنسي الساخر مولير، اثرت على شخصية نجيب الريحاني بشكل كبير. ونجيب الريحاني كان من اسرة ميسورة الحال، وكمان كمل نهاية البكالوريا واللي هي تعادل الثانوية العامة دلوقتي. وفى الاب وترك كل ما يملك لشقيقته وابنتها، وترك زوجته واولاده بدون مورد. وكمان اللي حصل ان نجيب الريحاني كتب مذكراته بس ما اشارش لوالده فيها باي معلومة. وكان نجيب الريحاني بيعمل موظف في احد شركات صناعة السكر، فقرر ترك الوظيفة والتفرغ للفن، وقام بتمثيل العديد من العروض الفرنسية وقدم روايات رائعة. وبدأت شهرة نجيب الريحاني لما اتجوز الراقصة اللبنانية بديعة مصابني، اللي ساعدته كتير وشجعته كتير على دخوله السينما، وقدمته على شاشة السينما في اعمال سينمائية جميلة جدا زي صاحب السعادة، كشك شبيه، ولعبة الست، واحمر شفايف، وياقوت، وغيرهم وغيرهم من الاعمال الجميلة للفنان نجيب الريحاني. وبعد وفاة نجيب الريحاني اتقال وانتشرت الاخبار، وقالوا ان نجيب الريحاني اعلن اسلامه قبل وفاته. وعلى الرغم ان نجيب الريحاني مات في 1949، لكن الكثير من الناس قالوا ان الفنان شككوا في انه اسلم، وفي ناس قالوا لا ده ما اسلمش. لكن نجيب الريحاني هو كان مسيحي سريالي كاثوليكي الاب ابا عن جد، ورغم من ان ديانته المسيحية الا انه كان بيحب جدا القرآن الكريم، وكان بيتأثر بيه وبتعاليمه وقواعد القرآن الكريم، فقد تعلم من القرآن العفو والتسامح والتمسك بالحق، وقد صرح بانه قام بقراءة القرآن الكريم بلغتين العربية والفرنسية، وده خلاه يقرأ القرآن، وكمان ترتيل بصوت الشيخ محمد رفعت، وانه كان بيسمع صوته وبيشعر بالريحاني بالانبهار من جمال صوته وكمان الالفاظ والتعبير. بسبب هذا التصريح اللي قاله نجيب الريحاني قبل وفاته انتشر العديد من المعلومات والاخبار، وقالوا ان نجيب الريحاني اعلن اسلامه واشهر اسلامه قبل وفاته. لكن المعلومة دي غير صحيحة، لان الفنان نجيب الريحاني عاش ومات على ديانته المسيحية، وكان دايما بيبدي احترامه وتقديره للأديان السماوية الاخرى. رحم الله الفنان القدير الجميل نجيب الريحاني. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ونرجو من حضراتكم دعمنا بلايك للفيديو، وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات ايه الافلام اللي عجبتكم للمبدع الراحل نجيب الريحاني.